السلام عليكم. الزول في اللون. سأتحدث اليوم عن التسيير في الجزائر. يتميز التسيير في الجزائر سواء في الاقتصاد أو الثقافة أو الإدارة بتخلفه مقارنة بالعالم المتقدم. وربما من الأسباب الأساسية لتخلفنا إذ يعتمد على معايير غير علمية في تولي المسؤولية أو الترقية مثل الولاء الجهوية إلى آخره. تجارب كثيرة ناجحة في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، سنغافورة، تايوان، كوريا الجنوبية، كندا إلى آخره، ولكننا لازلنا نعتمد على النموذج المركزي البيروقراطي. ورغم وجود مدرسة عليا للأعمال في الجزائر وهي نتيجة للشراكة بين الجزائر وفرنسا خاصة بتكوين الإطارات المسيرة في الاقتصاد، إلا أننا نسير بخطى بطيئة جدا، إذ لا بد من تعميم هذه المدارس وفي جميع المجالات. المسير الجيد في حاجة إلى إتقان اللغات خاصة الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية إلى آخره. وتحيين المعلومات ضروري جدا. المعلومة الصالحة اليوم ربما تفقد فائدتها أو قيمتها غدا. من أهم المنظرين في مجال التسيير في الولايات المتحدة الأمريكية الكاتب ستيفن كوفي، والذي انتشرت أفكاره في جميع دول العالم نتيجة ترجمة أعماله إلى مختلف لغات العالم. وهو خريج جامعة هارفارد ومستشار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وله مجموعة من المراكز التي تحمل اسمه وتعمل على تخريج القيادات في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لستيفن كوفي، أعماله المترجمة إلى اللغة الفرنسية تصدر عن فيرست إديسيون بفرنسا. بالنسبة للغة العربية، مكتب جرير السعودية تحتكر كتب أو ترجمة كتب ستيفن كوفي إلى هذه اللغة. من بين أشهر كتب ستيفن كوفي Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. ترجمت هذا الكتاب باللغة العربية هي العادات السبع للناس الأكثر فعالية، دروس فعالة في عملية التغيير الشخصي. بعد صدور هذا الكتاب اللي بيعت منه ملايين النسخ في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة، اصدر ستيفن كوفي كتاب آخر وهو العادة الثامنة لويتيان أبيتود. من بين مؤلفات ستيفن كوفي كذلك كتاب العادات السبع للأسر الأكثر فعالية، كذلك كتاب الأولوية للأولويات أو Priority أو Priority، كذلك لطوف دي لادر. هذه الكتب كانت متوفرة في السوق الجزائرية. نتمنى أشخاص الذين لهم علاقة بالتسيير الاطلاع على أفكار هذا الكاتب الأمريكي، وهي موجودة بالنسبة للتحميل الإلكتروني بمختلف اللغات ومنها اللغة العربية. وفي الأخير شكرا ثانيا.